أخبارك؟ منيحة أنت؟ أنا منيحة كمان. أمورك؟ شكر الله. صحتك؟ طمنيني عنك لأهل. مشان الله طمنيني عنك. يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يا لطيف. سعد صباحكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم كل اللي عم بسمعونا عبر هوا راديو روتانا واللي عم بشوفونا عبر شاشة عمان تي في. صراحة موضوع اليوم سيريس، بدكم تركزوا كتير منيح لأنه اليوم رح نحلل ظاهرة عم بتصير في بلدنا الحبيب الأردن. stay tuned من هون لساعة 12. بارح والله انتشرت دراسة أو إحصائية من المجلس الأعلى للسكان بأنه أكثر من 54% من النساء المطلقات في الأردن هم دون سن 30 عام. يعني إحنا عم نحكي عن أكثر من نصف حالات الطلاق عمر السيدات أقل من 30 عام. تخيلي، وهذا مؤشر خطير خطير. موضوع الطلاق صاير يعني حالة شائعة. مزبوط، مش بس في الأردن، عالمياً. عالمياً آه طبعاً له عدة عوامل، بس المشكلة وين؟ لما تصير النظرة العامة لمؤسسة الزواج خاصة من قبل الصغيرين في العمر، صح، يصير فيها استخفاف لا يوصف. نرجع منكرر نفس العبارة اللي بنحكيها دائماً، إنه عادي ممكن توصلوا إلى طريق مسدود، ممكن الحياة الزوجية ما تستمر لأي سبب من الأسباب وإلى آخره، ولكن فكرة إنه أنا أفشل قبل ما أحاول هاي كارثة الكوارث. فكرة إنه أجيب ولد وبعدين أطلق هاي كارثة الكوارث. فكرة إنه أنا يكون شعوري إنه أكيد الوضع بيني وبين هذا الشخص مؤقت، شو ما صار إذا قال لي كلمة ما بتعجبني بروح عند بيت أهلي وبطلب إنه يطلقني مثلاً لنفرض. صح صح. أو هو بحس إنه شو وجع هالراس اللي جبته لحالي. تحت سن الثلاثين يا جماعة، يعني أنتوا لسه ما شفتوا إشي من النضج اللي بالحياة، ما شفتوا إشي من اللي مخبيته هاي الدنيا. سو أنا حسيت بأنه فعلياً هذا المؤشر مؤشر خطير جداً. طبعاً في أسباب عدة وراءه رح نحكي عنها، وفي شغلة كتير لفتت انتباهي رهف. احذري شو بقولك. شو هي؟ قال بقولك في بعض الأهالي بس بنته تتطلق تنفصل تحت سن الثلاثين مثلاً بصير بده يجوزها فوراً حتى لا يتم معايرتها من قبل المجتمع. يعني أنت إجي بدك تكحلها عميتها عميتها 100%. انت قاعد عم بتزيد فوق الغلط غلط، عم تبني باطل على الباطل. احنا لسه بنشوف كيف نظرة الناس. هدول الناس رح يكونوا مع بنتك ببيتها لما تسكر على حالها الباب هي وزوجها، رح يكونوا هدول الناس موجودين حتى يقيموها ويعايروها. فانا اللي بقوله خلينا احنا نبدأ من رأس الهرم، نبدأ من الاهالي، لانه البنت تحت عمر الثلاثين رهف بتكون غير مدركة أصلاً وغير لأول واعية. زواج صح ولا لأول زواج؟ يعني إحنا لما منيجي منقول إنه مشكلة كتير كبيرة إنه ترتبطوا بعمر صغير، إحنا والله مش ضد الارتباط، وبالعكس أنا لما بلاقي اثنين تعرفوا على بعض بعمر صغير وتفاهموا وتجوزوا وخلفوا ولساتهم مكملين، ولا في أحلى من هيك سيناريو. يعني نياله اللي بلاقي شريك الحياة بعمر كتير صغير. ولكن إذا بدنا نكون منطقيين وواقعيين، إذا أنت كأب أو أولياء الأمور أو الأم بدك تضلك تضغطي هاي البنت من أول ما تتخرج أو من أول ما يصير عمرها 23 سنة 24 سنة، يلا تجوزي، بنت خالتك تجوزت، جيراننا بنت جيراننا تجوزت، أنت لازم تتجوزي هاي البنت، أنت راح تجوزيها لأسباب خطأ. فبالتالي الجيل هاد بطل يصبر ولا يتنازل ولا يتحمل. بترجع لك بعد سنتين عمرها لسه ما صار 26 بناء على هاي الدراسة، مطلقة وراجعة لعندك. هي يعني هي لا فهمت شو يعني زواج ولا شو يعني طلاق، فبالتالي ترجع تجوزيها كمان. يعني زي ما قلتي ما في جملة تانية، اجيت تتكحليها عمتيها. وفي نقطة كمان كتير مهمة، انه خلص نتجوز للأسباب الغلط. خلص بعدين في شغلة، لما تتجوز للأسباب الغلط مستحيل توصل لنتيجة مبهجة. هو سوء الاختيار فكرة. هو أساس أساس الخراب والدمار هو سوء الاختيار. بعدين انت تخيل شغلة، مثلا لنفرض بنتك تجوزت لانه انت ضغطت عليها أو whatever شو ما كانت الأسباب، وصار عندها أولاد من هذا الزواج وانفصلت، مسكت هالولاد حطتهم عندك كأب، لنفرض وين بدها تروح؟ وين بدها تروح؟ تخيل إنه بنتك بتصير عبء نفسي عليك، لأنه أنا بالنسبة لي الناس وجيراننا وأولاد خالي طبعاً، والأولاد بيصيروا عبء مادي عليك. يعني أنت باختصار عم بتكون هزيت أركان المجتمع الأساسية، وعم بتجيب مشاكل وعم بتجيب مشاكل لنفسك، وعم بتشوه مفهوم الأسرة بنظر بنتك وحتى بنظر أبنائها. وبتعرفي شو المشكلة كمان؟ بما أنه هون عم نحكي أنه 54% من النساء المطلقات في الأردن تحت سن الثلاثين، في مؤشر خطير بيقول لك أنه
بما انها هالقد صغيره هي ما لحقت تصير مستقله ماديا. ما يعني هذا بقول لك عبء مادي، عبء يعني انت لا بتكوني امراه عامله، وان كنت امراه عامله انت بهذا العمر لسه ما وصلتي لدرجه انك تسندي نفسك. يعني حجم الرواتب يعني الواحد تحت ال 30 لسه بيكون عم ببني، فبالتالي اذا ما كان عندك والله عملك الخاص ولا انت يعني جاي من عائله مقتدره، بالوضع الطبيعي انت ما بتكوني مستقله ماديا ولا بتقدري تفتحي بيت ولا بتقدري تصرفي على هدول الاولاد. فالموضوع كتير يعني صراحه شائك وخطير، واحنا بنشكر المجلس الاعلى للسكان اللي طرح هاي الاحصائيه عشان كلنا هيك نقف وقفه حقيقيه مع انفسنا. اكثر من نصف حالات الطلاق في الاردن تحت سن ال 30. لما فتحت أقرأ الكومنتس يعني عمان تي في حاطين هذا الخبر وكاتبين برأيكم ما هي الأسباب، حسيت أنه كتير الناس واعية اللي بتكتب. يعني في كومنت قال لك الزواج في سن صغير، عدم القدرة على تحمل المسؤولية، الأحلام الوردية التي يعيشها الطرفين قبل الزواج وبعد الزواج، المقارنات، التدخلات الخارجية، الظروف المادية الصعبة وغيرها من الأسباب. حسيت كل هدول الأسباب صح. نيجي هلأ للأنماط السلوكية، الإهمال العاطفي، نوبات الغضب المتكررة، ضعف التواصل والتنافر الزوجي، زيادة مشاركة مدبرة المنزل والمربيات في رعاية الأطفال، اتخاذ القرارات من جانب واحد، عدم قدرة الزوج على قبول النقد أو الآراء المختلفة، وأيضا من الأسباب المتعلقة بالسمات الشخصية للزوج قلة الجاذبية اللي بعين زوجته. بعين زوجته وهي قلة جاذبيتها بعينه من أسباب الطلاق. طبعا طبعا للأسف في إشي يعني إذا بدنا هيك نختم الموضوع هلأ، طبعا كل حالة إلها ظروفها الخاصة، وأبدا ما في أي زواج يقارن بزواج آخر ولا طلاق يقارن بطلاق آخر، ولكن إذا في هيك نصيحة، الصبر. الزواج زي أي شيء، مفتاح الفرج. الصبر مفتاح الفرج. أصبرن أصبرن يا بنات، مالكم يعني من الرجل ومن المرأة. أنت مش بتروح على شغلك بتصبر على زميلك في العمل، بتصبر على رزقتك، بتصبر على مديرك، بتصبر على اللي بيقاتلك بالشارع. إحنا بنصبر مع كل الناس، كل شيء بالدنيا بده مجهود. اصبروا، للاسف ما في شيء بيجي مجانا، ما في تفاهم بيجي مجانا، ولا في تواصل بيجي مجانا. لما انت تحس انه عم بتزيد المشاكل ارجع تذكر، وانت ارجع تذكري انا ليش اخترت هذا الشخص، ما كان في مزايا حلوه، في صفات حلوه، ركزوا على هاي الصفات وحاولوا تلاقوا سبل common ground 100% ارض مشتركه، خصوصا اذا في اولاد. برافو. هلا شوفي رهوفه، وين الانكى والامر اللي اتطلقوا قبل عمر الثلاثين؟ بسألوهم بعد الطلاق انتوا ندمانين؟ لا، بحب حتى ندم على الطلاق ما في. بحب لو بسألوهم على الخمسين وعلى الستين. برافو عليكي، لو تسألوا على الخمسين كمان مش ندمان.